فوزي والكرة في التماس، لحق عليها فوزي والكرة في التماس لصالع المنتخب الجزائري. من هناك عاد الجزائريون في هذه اللحظات، ما زال الوقت. يا سلام عليك يا نبيل، يا سلام. فوزي غلام في تنفيذ التماس من هناك لصالع عناصر المنتخب الجزائري، يصعد هشام بالقروي الآن. فوزي بيده في شكل ركنية بعيدة للأمام يا فوزي، والدفاع سيرتبكون عناصر المنتخب النيجيري إذا استمر الحال على ما هو عليه. الحكم يقول لك لا، ألعب يا زيتي. الكرة الجزائرية لصالع طايدر، طايدر وصل لزيتي على الجهة اليمنى. زيتي وين يا زيتي وين؟ المنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، جول ثالث للمنتخب النيجيري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. لا أحد يريد أن يكون في مكان هؤلاء اللاعبين الذين لن يتردد بعد فلسفة الكرة في أن يمسحوا بهم الأرض، ولن يترددوا في إعادة اسطوانة اللاعب المحلي واللاعب المغترب واسطوانة المدرب المحلي والمدرب الأجنبي التي سئمنا منها وتعبنا منها. هم مجموعة من الشبان لم يترددوا في بذل مجهودات كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيري قوي. خسروا ب3-1 أي نعم، ولكنهم بذلوا مجهودات كبيرة في الشوط الثاني من عمر المباراة. يجب أن نتقبل أحكام كرة القدم التي فيها فائز وفيها خاسر، ونتقبل بأننا لا نفوز دوما، ونتقبل بأن لدينا الكثير من الاختلالات يجب أن نصححها مع مرور الزمن. المنتخب هذا مستقبل، مازال أمامه مباريات أربعة، ومازال